بكل صدق الموت علينا حق، ولكن تتبقى الطريقه اللي توفوا بها هي اللي تضر شي شويه. مجموعه من الشباب اللي عمروا لهم راسهم ومشاو لديك مشاو للهلاك، وما بغينا حتى واحد يمشي يحرق، لان هاد المسائل راه مكشافوا شحال من فلوكات قلبات وشحال من روح توفات. والله يهدي الوليدات، هذا الشيء اللي كنقول. قصة مراد دغداغ وأبناء حيه محمد أحميدي وأيوب بدخوش. الرياح تعصف بشدة، رائحة الموج تفوح في كل مكان، لا أحد يتكلم، فقط بعض الأصوات تتلو دعوات خافتة ويائسة. الرحلة بدأت منذ قرابة 45 يوما، قارب متهالك يحمل على متنه أكثر من 50 شخصا، أغلبهم من شباب مدينة سلا، العيايدة، سيدي موسى، حي مولاي إسماعيل، رفقة بعض النساء والأطفال. ينظر مراد لمحمد ابن حيه وصديق الطفولة ويسأله هل سننجو؟ أكيد ستمر العاصفة بسلام. يصمت ومحمد يبتسم ابتسامة باردة، يحاول فيها اجتياز الحدود، وهو يعرف أن الموت والغرق جزء من مخاطر الرحلة. في الصباح نفتح التلفاز لنسمع هذا الخبر: غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين، وأكثر من 30 جثة تم انتشالها، والبقية في عداد المفقودين. طبعا هذا الخبر لا يعني شيئا للكثيرين منا، فهم مجرد أرقام تعودنا عليها في أخبارنا اليومية. أسر الضحايا لم تستوعب ما حدث على فقدان هؤلاء الشباب. كانت الأمور عادية، دار فرحانين ناشطين جالسين ما علينا ما بينا، حتى جاو شي ناس قالوا لنا نوضوا راه الأخ ديالكم راه مشى مع واحد الحراقة راه واقيلا مات. وجاتنا الأخبار هنا كل واحد وكيفاش كيجي كيجي تليفون ولا شي واحد باقي تما أوديو ولا شي واحد كيجي كيقول لنا راه شنو كاين شنو كاين. راه ولدكم مرة كيقول لنا ولدكم باقي حي، مرة كيقول لنا ولدكم راه مات. إوا تا تيقنا تا خرج الدري اللي كان معاه هو اللي اتصل بينا وقال لنا ولدكم راه الله يرحمه. ثلاث حتى توصلنا في الأخبار ديال الفيسبوك بأن شي فلوكة خرجت من السلا راها تقلبات، شي تيقول راه تقلبات في العرايش، شي تيقول راه تقلبات، ما فهمنا والو، ما مأكدينش. لكن اليوم ما يحصل هو العكس، فالجميع صار يكافح من أجل مغادرة الوطن، غير مهتم بأهوال الرحلة ولا مخاطرها ولا حتى قصص من ماتوا ونهش سمك البحر المتوسط جثثهم. لما يا ترى يترك شباب في ربيع أعمارهم البلد؟ أهل لأن ربيع العمر تزامن مع خريف الوطن، أم أنهم مجرد مبهورين بسحر الحضارة الغربية والعطر الباريسي؟ كانوا كيطمحوا جاهم انهم يديروا مستقبل ويطمنوا مستقبلهم في هذه البلاد هذه، ولكن مكاتب دراري كانوا في شباب في عمر الزهور، كانوا في واحد الامر اللي كانوا يطمحوا، كانوا باغين شي حوايج اللي ما وصلوش ليه هنا في بلادهم، تيقولوا زعما نمشيو نشوفوا في بلادات اخرين. مكاسب واقدار ما عندنا ما نقولوا ان اللي راجعون. كان دري زوين، ما كانش كان حاني الراس، كان تيهضر معاه كيتصنت، ما كانش راسو قاصح، انا ما عرفتش شكون اللي عمر ليه راسو. ومجموعه من الشباب اللي عمروا ليهم راسهم ومشاو لديك مشاو للهلاك، هادشي اللي نقول، مشاو للهلاك وانا اللي راجعوا الله يرحمهم. كلهم مزيانين معاه، كيحترم خوتو، كيحترمنا، هادي الامور معنا بخير وعلى خير، كان شي مشاكل ولا شي حاجه ولا دراري كانوا متخلقين، دراري زوينين، ما عمرنا شفنا منهم شي حاجه ديال العيب. واقدر الله أقدر الله هادشي اللي كاين. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.